السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد أبو العلا، وأهلا بكم في أكاديمية أحمد أبو العلا وطلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الثانوي في كل مكان. النهاردة هنقرأ ونحلل النص بتاع يونت 1، وهنبدأ بالعنوان اللي بيقول What is ecotourism؟ What's ecotourism؟ يعني ما هي أو ماذا تكون السياحة البيئية؟ وطبعا المصطلح ده مقسوم لنصين، ايكو اللي هي بيئي وتوريزم سياح. بنعرف الموضوع ده زي ما هو في كتاب المدرسة، ايكو توريزم السياحة البيئية is about، عن بتكون عن providing، توفير أو تزويد holidays أجازات to places لأماكن، which الأماكن دي بتكون إيه؟ are often endangered. انت حافظ كلمة danger بمعنى خطر. كلمة danger لما حطينا قبلها en اتحولت لفعل، in danger معناها يعرض للخطر. زي ما يكون عندي مثلا كلمة زي كلمة large كبير، لما اقول in large يكبر وهكذا، يبقى لما بنحط en في اول الكلمة دي حولناها لايه؟ لفعل. طيب endangered قال لي هنا بمعنى معرض للخطر. and isolated يعني منعزل. طيب الجملة اللي جاية دي خد بالك منها بقى، بتقول ايه؟ بتقول the holidays الاجازات are designed. طبعا the holidays هنا ده مش فاعل، ده نائب فاعل او زي ما انت بتقوله في العربي، يعني الجملة هنا مبني للمجهول passive voice في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط عشان هو حاطط ار اهو. يبقى the holidays are designed، الاجازات متصممة to have عشان يكون ليها a limited impact، تأثير limited يعني محدود. طبعا احنا بنقول الاسم الاول وبعدين الصفه اللي بتوصفه، يعني لما اقول هنا ليميتد امباكت يبقى هبدا بكلمه تاثير وبعدين اقول كلمه محدود، يبقى تاثير محدود، اتفهم؟ يبقى ليميتد امباكت تاثير محدود على ايه بقى؟ اون ذا لوكال انفايرمنت، على البيئه المحليه. اند تو ايديوكيت، ايديوكيت هنا يعلم، يعلم مين؟ تورست السائح او السياح عموما يعني. اباوت كونزرفيشن، كلمه كونزرفيشن يا شباب معناها الحفاظ على البيئة. واضح كده؟ يبقى أنا هنا عرفتك يعني إيه سياحة بيئية. طب تعالوا بقى نتكلم عن السياحة البيئية في مصر. فقال لي في مصر مثلا وفي أماكن كتيرة tourists can stay، السائحين ممكن يقيموا. يقيموا فين؟ tourists can stay يقدروا يقيموا in hotels built، فنادق مبنية. هنا ده تصريف ثالث لأن الجملة دي كان أصلها باسف وكان فيها ضمير وصل واتحذف، يعني hotels which were built، حذفنا which were، هنبقى نشرحها في الحصص بعدين. يبقى hotels built الفنادق المبنية of environmentally friendly natural materials. وهنا لما نيجي نترجم هنجيب من الآخر، يعني هنبدأ بكلمة materials زي ما انتم عارفين يعني مواد خام. طيب لما أقول natural materials يبقى مواد خام طبيعية. طيب friendly natural materials يبقى مواد خام طبيعية بس كمان friendly او environmentally friendly يعني صديقه للبيئه، يبقى مبنيه من مواد ما بتلوث البيئه، يعني مواد صديقه للبيئه. ده بالنسبه للفنادق. كمان مصر بتحافظ على الكورال ريفز او الشعاب المرجانيه اللي فيها. بيقول لي when tourists لما السائحين go diving بيذهبوا للغطس they are taught، خد بالك هنا برضه بيتم تعليمهم، الجمله هنا مبني للمجهول يعني هم هنا مش فاعل، ده هم اللي بيتم تعليمهم عشان كده في تصريف ثابت وفي قبلها ار، يبقى are taught بيتم تعليمهم. How كيف to avoid، الفعل ده معناه يتجنب، معناه ايه؟ ها مش سامع، اقول معايا avoid يتجنب، وبيجي بعد منه gerund يعني avoid damaging، خدت بالك اهو gerund منتهي باي ان جي فعل عليه اي ان جي، يعني ايه damaging بقى؟ اتلاف او افساد. The fish and keeping the special coral reefs، والحفاظ على الشعاب المرجانية، كورال يعني مرجان وريفس شعاب، يبقى كورال ريفس الشعاب المرجانية عشان نحافظ عليها تبقى ايه؟ سيف يعني آمنة. طبعا الشعاب المرجانية زي ما انت شايف تحفة كده، بسم الله ما شاء الله مناظر رائعة. دي مثلا الكورال ريف، اتفرج كده على ابداع صنع الله سبحانه وتعالى، شايف عاملة ازاي؟ وصورة تانية اهي، حديقة سبحان الله تحت الماء، شيء رائع. تعالوا بقى ننقل لدولة مدغشقر.
اسمها بالانجلش مدغشقر. مدغشقر اللي هي مدغشقر is famous for its ecotourism، مشهوره بالسياحه البيئيه بتاعتها. وكمان البلد دي wants to read to protect، كلمه protect اوعى تنساها، تحافظ على its ecosystem، نظامها البيئي. ايه المقصود بايكو سيستم، النظام البيئي؟ قال لي the animals، الحيوانات، and the plants، النباتات، in its environment، في البيئه بتاعتها. الحقيقه ان دوله مدغشقر دي متحف مفتوح. ليه بقى؟ 80% 80% of the animals، من الحيوانات اللي هناك، and 90% of the plants، و 90% من النباتات that live there، اللي موجوده وعايشه هناك، do not exist، تخيل مش موجوده anywhere else in the world، في اي مكان تاني في العالم. يعني 80% من الكائنات و 90% من النباتات اللي هناك، 80% من الحيوانات و 90% من النباتات اللي موجوده في دوله مدغشقر مش موجوده في مكان تاني خالص في العالم. زي ايه يا مستر؟ زي اللي انت شايفه ده، اللي هو الليمور. الليمور ده او الليمورز دول نوع من القرده، شكلهم لطيف جدا. For example only live in Madagascar، بيعيش في مدغشقر فقط. ده شكله طبعا قرد كيوت خالص، ابن ناس اهو، مشهور بديله الطويل. بص، وبيستخدم ديله ده في التوازن وهو بيجري، زي ما انتم شايفين كده. اجري يا مجدي، بيرهب يعني. هنا هفرجك على مقتطفات سريعه بس كده عشان اليوتيوب والملكيه الفكريه، من دوله اكوادور، وبالتحديد جزر اسمها جالاباجوس ايلاند. بص كده، شايف السلاحف هناك عامله ازاي؟ بص المنظر تحفه، شيء اكتر من رائع. الكائنات اللي هناك كمان كائنات رائعه، ما تشوفها في مكان تاني، يعني مش هتشوف الحاجات دي في اماكن تانيه. وشوف الكائنات عايشه في ده ازاي، خالص خالص ما فيش حد بيكلمها، طيور، تحس ان المكان فيه سلام غير عادي، سلام غريب. الاسماك، السياحه، مكان رائع. جزر جالاباجوس دي موجوده في دوله اسمها اكوادور. يبقى الجالاباجوس ايلاندز موجوده في دوله ايه؟ اكوادور. طبعا معروف ان اكوادور في امريكا الجنوبيه. The Galapagos Islands، جزر جالاباجوس in Ecuador are famous for، مشهورة بـ the unique، كلمة unique معناها فريد، animals حيوانات، حيوانات الفريدة such as، و such as بنقول بعدها مثال، وهي معناها على سبيل المثال the giant turtles، السحالي، السلاحف الضخمة اللي انت شفتها من شوية، which lives there، اللي بتعيش هناك. Ecuador makes sure، بتحب تتأكد that tourism is sustainable، عايزة طبعا يبقى فيه استدامة للسياحة هناك لأنها مورد للدخل. عشان كده مش بتفتح السياحة زي ما احنا بنقول بالبلدي كده على البحر، لأ. Only a limited number، عدد محدود of people، من الناس، can visit the islands، يقدر يزور الجزر each year، يعني كل سنة بتدي عدد محدود من الناس تصريح إن هم يزوروا الجزر دي. ليه بقى؟ قال لي so the animals، عشان الحيوانات and their environment are safe، عشان تفضل الحيوانات والبيئة بتاعتهم آمنة. دي جزر جالاباجوس. طبعا ده شكل الايه، لجسم السلحفاه الضخمه. عايز اوريك ان تخيل انسانه جواها ومستحمله، يعني داخل المكان ده كله. الكومودو دراجون، وطبعا تنين الكومودو، وزي ما انت شايفه ده سحليه كبيره، يعني لا بيطير ولا بيطلع من بقه نار زي ما انت بتتفرج في افلام الايه، الكرتون. وتعالى نشوف الوحش ده في لقطه سريعه برضو، وبناخد لقطات سريعة عشان انتوا عارفين اليوتيوب بيوقف الفيديوهات لو انت خدت مساحة كبيرة بحاجة اسمها حقوق الملكية الفكرية. تخيل حضرتك ده بيصارع ايه؟ تعبان، يعني حاجة وحش. ده تنين الكومودو بيفترس هنا غزالة زي ما انتوا شايفين، كائن مفتري. تعالوا بقى نشوف في الموضوع. ذا كومودو ناشونال بارك، ناشونال يعني قومي او وطني، وبارك متنزه، يبقى حديقه كومودو الوطنيه موجوده فين؟ في دوله اندونيسيا. دي تعتبر بوبولار ايكو توريزم ديستنيشن،
كلمة destination يعني وجهة، وجهة مقصد غاية. يبقى وجهة محبوبة جدا للسياحة البيئية. وبيقول ان much of كتير من اندونيزيا's endangered wildlife، احنا خدنا endanger دي من شوية، اللي هي الكائنات المعرضة للايه؟ للخطر، اللي عايشة فين؟ في اندونيسيا. Including بقى بما فيها the Komodo dragon اللي احنا لسه شايفينه ده من شوية. Can only be found، برضو الجملة هنا مبني للمجهول، الحاجات دي كلها can only be found، توجد فقط here، هنا. كمان the national park، الحديقة الوطنية دي أو القومية، مشهورة بإيه بقى؟ famous for its beach with pink sand. تخيلوا إن الرمال هناك لونها وردي، مش صفرة زي اللي في دول كتير، لأ. تعالى أوريك شكل الرمال، بص عاملة إزاي. مش باين هنا اللون الوردي، لكن الصورة التانية، سبحان الله، صورة رائعة للناشونال بارك والرمال الوردية. هنا وصلنا لنهاية الجزء ده. أتمنى إن أنا أكون عرضته لكم بشكل شيق. ذاكر الكلمات كويس، ذاكر الحاجات دي كويس، وربنا يوفقكم، وأشوفكم في فيديو قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.